No. لا لا ما راح مشكلة اللي حسيت فيه دابا هادي أول حاجة العلاقة ما يمكنش يوصفها لك لأن فوق ما كتصور لا أنت ولا علاقة يعني متجدرة مبنية على الاحترام وعلى الإخاء وعلى عدة أشياء. أول حاجة الثانية هو ماشي العالم العربي كله فقد واحد الرمز ورمز كبير من رموز يعني الطرب المغربي والعربي رحمة الله عليه. بطبيعة الحال 10 سنين طويلة وصديق بحال الظل ديالك، صديق اللي يمكن لك خوك ما تشوفوش على أسبوعين وكثر، وهذا اللي يعني بحال الظل ديالك ما كتفرقوش إلا وقت النوم. من طبيعة الحال غتكون تأثر. أوا شنقولك صدمة قوية، ولكن لله ما عطى ولله ما أخذ. هو عزيز الحالة ديال ماشي الحالة ديال العائلة ديالو، الحالة ديال الشعب المغربي كله مكعلم به إلى الله سبحانه وتعالى. آخر لقاء لك مع كيف كان؟ آخر لقاء تقريبا شي 15 يوم هادي بالضبط، كان واحد السفر كنا في الشمال وجينا، وآخر لقاء جا هو عنده مشى لشي مهمة وأنا كنت في مهمة أخرى، من جيت لقيته في كلينيك رحمة الله عليه. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.